Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mimma jama'a al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-mashhur fi kitabih Bughyatul Mustarshidin. Bab tayammum ila amqal mas'alatun. Fajilu at-tahurayn idha shalla li hurmati al-waqti thumma wajada at-turaba qabla khuruj al-waqti لزمه إعادتها ولو بمحل لا يسقط القضاء ثم يعيدها ثالثا بالماء أو بالتراب حيث يسقط القضاء قاله في العباب والشرقاوي وحينئذ يتصور أن يصلي في الوقت أربع مرات هذه السور الثلاث والرابعة إعادتها مع جماعة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال بعدها مشهور مسألة هذه زائد على مسائل الفتاويات الأربع زادها من عنده الحبيب عبد الرحمن المشهور. قال مسألة فاقد الطهورين. من هو فاقد الطهورين؟ الذي لم يجد ماء فيتوضأ ولا ترابا فيتيمم. يصلي فاقد الطهورين لحرمة الوقت. لا يجوز أن يخرج وقت الصلاة وأنت ما تصلي. لا يرفع التكليف إلا عن شخص قد مات أو شخص جن فقط، ما دام عقلك فيك ولو حتى في سرير في المستشفى ما ترفع عنك وجوب الصلاة. إلا أن نحن نقول صل بحسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو فاقد الطهورين. كان على قلية جبل أو كان على الطائرة مثلا، في الطائرة ما في ماء، ما في ماء للوضوء، كان في ماء للشرب، ما في ماء ولا في تراب في الطائرة، هذا بعد أن دخل وقت الصلاة وهو في الطائرة وله على طهارة يصلي لحرمة الوقت، ما يجوز. إذا أمكن مع إتمام الركوع والسجود في مكان في الطائرة واجب. ألا وسهل الآن معرفة القبلة مع وجود الجي بي إس، أنا بل في كل كرسي في الطائرة موجود جهة القبلة، سهل. نعم. ويصلي على هكذا، هذا فاقد الطهورين، يصلي الفرض فقط. ممنوع يصلي النافلة، لا وتر ولا بعدية ولا قبلية، بس الفرض فقط. صلى لحرمة الوقت، لا وضوء ولا بدل عن وضوء التيمم. إذا صلى لحرمة الوقت، طيب صلى بعد ما صلى لحرمة الوقت ثم وجد التراب قبل خروج الوقت، صلى لحرمة الوقت، صلى العشاء بعد ما صلى العشاء فاقد الطهورين لحرمة الوقت وجد ترابا، قال ثم وجد التراب قبل خروج الوقت لزمه إعادتها ألا ولو بمحل لا يسقط به القضاء. وجب إعادة تلك الصلاة بالتراب لأنه وجد أحد الترابين، وهذا هو معتمد الإمام الرملي في قوله ولو بمحل لا يسقط به القضاء، ألا خلافا الشيخ بن حجر قال لا، إيش فائدة ما دام تلزمه القضاء؟ إيش فائدة؟ الآن وجد ترابا في محل الغالب في وجود الماء، ما حكمه؟ تجب عليه الإعادة، صح؟ الشيخ بن حجر قال ما في فائدة ما دام باقي الإعادة عليه، ما في فائدة في إعادتها. الإمام الرملي قال يجب أن يتيمم ويصلي ما دام الوقت باقيا. الشيخ بن حجر الهيثم كان وجد التراب في مكان الغالب في وجود الماء أي تلزمه الإعادة، فلا يجب عليه استخدام الماء. أما إذا كان في مكان الغالب فيه عدم الماء فباتفاق العلماء أنه يجب عليه استعمال التراب والتيمم والصلاة في الوقت باتفاق. إنما الخلاف بين الشيخ بن حجر والرملي فيما إذا وجد التراب والحال أن ذلك المكان
الغالب في وجود الماء أي أنه تلزمه الإعادة. فحينئذ الشيخ بن رملي قال تجب. قال الشيخ بن حجر قال لما تجب عليه. طيب قال ولو بمحل لا سقط به القضاء، هذا خلاف بن حجر العبارة هذه، عرفت؟ ولو بمحل لا سقط به، أقول خلافا للشيخ بن حجر فإنه لا يوجب الإعادة، بل قال لا تجوز الإعادة في بعض كتبه، بل في بعض كتبه قال لا تجوز الإعادة إذا كان تجب عليه الإعادة لا يفعل ذلك. طيب قال ثم يعيد هذا ثاني مرة، صلى ثاني مرة على هذا القول خلاف الشيخ بن حجر، ثم بعد ذلك يعيدها ثالثا بالماء أو بالتراب حيث يسقط القضاء، ثم وجد ترابا في مكان يسقط فيه القضاء يجب إعادتها ثاني مرة، أو وجد الماء بعد ما تيمم وصلى وجد الماء فيجب عليه أن يتوضأ ويصلي الآن بالماء، ويصلي بالماء. قاله في العباب هذه المسائل أنها الآن صلى ثلاث مرات هو الفاقد الطهورين ثم بالتراب ثم وجد الماء ثلاث مرات صلى. والشرقاوي قال وحينئذ يتصور أن يصلي في الوقت أربع مرات، أربع مرات هذه الصورة الثلاثة، فاقد الطهورين صلى أول مرة والوقت باقي صلى بالتراب ثم وجد الماء صلى وتوضأ وصلى ثالث مرة بالماء. وما هي الصورة الرابعة؟ قال إعادتها مع جماعة بعد ما صلى منفردا بالماء وجد جماعة بيصلون في الوقت يندب له إعادتها، يندب له إعادتها مع الجماعة، فيتصور أن يصلي الفريضة أربع مرات في الوقت، هكذا صورتها، هكذا صورتها. تمام. تقدم معنا هناك الضابط في مسألة التيمم حيث وجد الماء في تارة يكون تيمم لفقد لعجز شرعي وتارة يكون لعجز حسي، فإذا تيمم لفقد أي لعجز حسي فحينئذ بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة رأى الماء بطل تيممه، صح؟ لم يرى الماء بل شك أن ماء قد جاء بطل تيممه، ما شك بل توهم رأى هناك طير فقال هذا الطير يمكن في هناك ما بيكون طير هناك إلا وفي خضرة وماء، بمجرد التوهم هذا يبطل تيمم. بل حتى لو رأى سرابا، تعرف السراب، ظنه ماء فأتاه لم يجده شيء بطل تيمم ولو حتى السراب. متى هذا؟ قبل الدخول في الصلاة. أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل، أما فيها وأنت في أثناء الصلاة توهمت الماء شككت ما يبطل تيممك ولا تبطل إلا إذا تيقنت الماء. ننظر هل عليك الإعادة أو ما عليك الإعادة؟ إن قال عليك الإعادة تبطل صلاتك مجرد ما ترى الماء، ليه؟ لأنه بطل تيممك. ومن عليه واجب أن يقضيها أبطل، وإلا لا، وإلا لا تبطل صلاتك، ما تبطل. إذا كنت ماشي عليك إعادة بأن تيمم في مكان الغالب فيه عدم الماء ما تبطل صلاتك، وإن رأيت الماء أمامك لكن يندب، خروج من الخلاف، يندب إبطالها كي بالوضوء تفعل. أقوس أقوس. تم. فائدة. الغز السيوطي فقال أليس عجيبا أن شخصا مسافر إلى غير عصيان تباح له الرخص إذا ما توضأ للصلاة عادها وليس معيدا للتي بالتراب خص. بالتراب خص، هذا لغز يا أبو الإمام السيوطي.
ليس أن شخصا مسافر إلى غير عصيان، ما هو ليس عاصي بسفره، تباح له الرخص إلى غير عصيان. إذا ما توضأ للصلاة إعادة، بالوضوء يعيد، وليس معيدا للتي بالتراب خص، والذي طلها بالتراب مشي عليه إعادة. كيف هذا؟ هذا عجيب. بالوضوء على إعادة، بالتيمم مشي عليه إعادة. نعم. فأجابه أحد الفقهاء الشيخ عبد الله الأنصاري، أجابه بجواب شاف، فقال، ذكر الإمام الشيخ البرماوي جواب عبد الله الأنصاري ونقله الحبيب عبد الرحمن المشهور في هذا الكتاب، فقال: لقد كان هذا للجنابة ناسيا، وصلى مرارا بالوضوء أتى بنص، كذاك مرارا بالتيمم يا فتى، عليك بكتب العلم غير من فحص. قضاء التي فيها توضأ واجب، وليس معيدا للتي بالتراص، لأن مقام الغسل قام تيمم، خلاف وضوء هاك فرق. نعم. لقد كان هذا للجنابة ناسيا، هذا كيف صورت؟ قال: هذا الشخص كان عليه جنابة لكن نسي، ناسي عليه جنابة، وصلى مرارا، صلى الظهر والعصر والمغرب مرارا بالوضوء، بالوضوء. نعم. هو مسكين عليه جنابة، نام الصباح بعد صلاة الفجر وأجنب، وقام للشغل في الصيام والجفت بقع ما درى بشيء، وصلى مرارا بالوضوء أتى بنص، كذاك مرارا بالتيمم. نفس الشيء، عليه جنابة ناسي لكنه تيمم، تيمم وصلى الظهر، تيمم وصلى العصر، تيمم وصلى المغرب. يا فتى، عليك بكتب العلم يا خير من فحص. طيب، قضاء التي فيها توضأ واجب. ليه؟ لأن الوضوء لا يقوم مقام الغسل، وليس معيدا للتي بالتراب خص. ليه؟ لأن التيمم يقوم مقام الغسل ومقام الوضوء. صح، يقوم مقام الغسل ومقام الوضوء، لأن صح التيمم المحدث حدثا أصغر بنية الأكبر، إذا كان غلط، إذا كان غلطا ما عمدا، لا هذا لعاب سنكين، إذا كان يقول أصغر أكبر وأكبر أصغر هذا لعاب، أما إذا كان غلطا نسيانا يصح ذلك، غلطا أو نسيانا يصح. طيب، قال: لأن مقام الغسل قام، ألا مقام التيمم، ألا قام تيمم خلاف وضوء، الوضوء لا يقوم مقام الغسل، أما التيمم يقوم مقام الغسل مقام الوضوء، هاك فرقا به تخص. هاك فرقا به تخص. إذا سئلت عن ذلك فكيف يجب الإعادة على من توضأ ولا تجب الإعادة على من تيمم؟ في الحقيقة لغة صعبة، لكن لما نحن قد عرفنا الجواب استسهلنا الجواب. الأولين كانوا فقهاء أذكياء، ما كمان حافقها أغبياء. الأولين كانوا فقهاء أذكياء، مجرد يفهم السيوطي بهذا اللغز، حصل هذا الشيخ عبد الله الأنصاري يجيب عليه بجواب شاف سهل. كيف الجواب؟ إذا كان نام وأجنب ثم قام وقد نسي للجنابة وتوضأ لصلاة الظهر والعصر والمغرب، عليه إعادة الظهر والعصر، بخلاف لو نام ثم أجنب ثم قام وتيمم للعجز حسن أو شرعا لله الظهر وتيمم العصر وتيمم المغرب، ما في عليه إعادة، لأنه يصح التيمم ألا بنية الأصغر الأكبر إذا كان غلطا أو ناسيا، أما عمدا لا، لأنه لعاب يكون. فالتيمم يقوم عن الأصغر والأكبر، عن الوضوء والغسل، والوضوء لا يقوم عن الغسل، فلهذا كان من توضأ عليه الإعادة ومن تيمم ليست عليه الإعادة، والله أعلم. فأسأل القبول صلاة الله، يعني يقول أتوروه وصلاح الجسد والقلب والروح صلاح الشأن كل الله فرج المسلمين، يفتح عليكم وعليكم على هؤلاء الطالب وفتوح العارفين والجانا يوم الدين عن مدار يدنا من سواء السبيل، ويجعلنا وياكم عم العارفين عالم العلم لكن عينا حق لكن زوجنا كما أجد بالنبي محمد الرؤوف الرحيم، يغفر لنا ذنوبنا وبشرنا ويرزقنا كمال التقوى وكمال الاستقامة كمال اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد الفاتحة.
لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفك أهلنا وقربات لنا أهل الجوار، رفنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزك الكل حلالا دائما، واخلا اتكيا علما، نحظى بالخير وننفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، واكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر واستر انت اكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصراط ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.